ماشي يا ست ماجدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. معلش أنا آسفة. على راسي، اتفضلي يا أمي. ربنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا متجوزة بقالي 45 سنة، طيب، وجوزي سايبني من 2010، طيب، متجوز واحدة تانية، طيب، مبسوط الحال، ميسور الحال. طيب، أنا معيشني في ضنك، أنا معايا 3 عيال، التلاتة ربنا يخليهم لي، يا رب. هما اللي بيصرفوا عليا، هو ما السؤال بيصرفش عليا من 2010. ايه هو السؤال؟ السؤال بقى، أنا دلوقتي هل أنا لو رفعت قضية خلع هيحصل حاجة؟ طيب، حاضر، ماشي، شكرا شكرا يا سيدي. شكرا شكرا شكرا. طيب، الحاجة ماجدة بتقول ان هي زوجها تزوج بامرأة اخرى، وده حقه، بس حقه مع انه يكون رجل يستطيع ان يقيم العدل بين الطرفين. ويا رب يكون سامعني. خد بالك ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم توعد: الذي يتزوج باثنتين او بامرأتين ثم لا يعدل بينهما جيء يوم القيامة وشقه مائل. بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أفضل مني ومنك يقينا، كان يتحرى العدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. إيه اللي يملك ربنا؟ اللي هو المحبة القلبية دي، حضرتك ما تقدرش تحكمها ولا تقدرش تعدل فيها. خلاص كده. علماءنا لما اتكلموا في العدل قالوا ان يحرم عليه ان هو ياكل عند واحده ويبيت عند الاخرى. ادام اتغذى عند واحده او اتعشى عند واحده يبيت عندها. خلاص كده. طيب، هي الست اكرمتك بما فيه يعني الزياده والكفايه، وهي بتسال دلوقتي لو رفعت قضيه خلع عليها حاجه؟ لا، ما عليهاش حاجه خالص، وجزاها الله خيرا عن صبرها، وجزاها الله خيرا عن تحملها، وجزاها الله الجنة عن صبرها على كل مفات. لكن أنا عايز أقول لأولادها التلاتة اللي هي اتكلمت عنهم عن الهوى في يعني لمحة البصر كده، عايز أقول لهم: والله من أكرم يكرم، ومن أهان يهان، ومن أنفق ينفق عليه. بقول لكم الكلام ده وبيقين، بيقيني قول وفعل. بقول لكم والله ما فيش درهم ولا جنيه ولا أكتر ولا قليل هتصرفوه على أمكم دول إلا هيعد أضعاف مضاعفة في حياتها وبعد مماتها، ربنا يديها العمر والصحة. وبقول لكل إنسان: احذر، فإن القصاص مؤلم، وإن يد الله تعمل في الخفاء. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان كل واحد بيغتر بالدنيا يرجع قبل فوات الأوان. والله يا سادة الحقوق صعبة جدا، وربنا سبحانه وتعالى سيقتص منك في الدنيا قبل الآخرة. يا ست أم محمد، السلام عليكم. ست أم محمد، وعليكم السلام، اتفضلي يا أم. حضرتك يا عايزة رقمك يا دكتور محمد. حاضر، ارجعي للكنترول يديك رقمي. حاضر، على رأسي على رأسي. يا ست نصر، السلام عليكم. يا ست نصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يسلم خاطرك، اتفضلي. البقاء لله، سبحان من له الدوام. ربنا يرضيك، تسلم. ربنا يرحمه ويجعل أراضي الجنة إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، يا رب. هو سائر موتى المسلمين. أنا فضلت الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. أنا بعمل كل حاجة كويسة مع أهلي، طيب، وللأسف ظلمني على طول. طيب، أنا يعني أنا مش متجوزة ومش مخلفة، وكل حنيتي وصلة الرحم لأهلي. طيب، ما أعرفش ليه. أنا مش عايزة أقول لي إن لو قلت إن أنا بيتقلب عليها بشر، لا، ربنا الحمد لله أنا فاهمة إن ما بيديش شر لحد. نعم. فيعني أعمل إيه؟ طيب، حاضر. شوفي يا حاجة نصرة، تعملي إيه؟ لا تكرمي إلا من يستحق الإكرام.